تنضم إلينا مراسلة الغد من القاهرة محمد الحمراوي ومن الخليل رائد الشريف. أبدأ معك رائد، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن ارتفاع إصابات كورونا إلى ارتفاعها بمعدل 11 حالة جديدة، آخر التطورات وماذا عن الجو العام في الشارع، خاصة بعد إدلاء المتحدث باسم الحكومة أن الأيام القادمة ستكون أصعب؟ هذا يعني أن العدد ارتفع إلى 205 إصابات حسب المتحدث باسم طبعا الحكومة الفلسطينية وكذلك وزارة الصحة التي عقدت إجازة صحفيا مع ساعات صباح هذا اليوم. كان هناك حديث واضح لرئيس الوزراء دكتور محمد شتية إن الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات، وهذا بالنسبة لتخطي فيروس كورونا، خاصة وأن هناك قرابة 50 عاملا أو 50 ألف عامل سيعودون من فلسطين الداخل عام 48 ومن مدينة القدس المحتلة إلى الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية. ما الذي سيجري عندما يعود العمال؟ طلب منهم بشكل واضح أن يحجروا أنفسهم وألا يخالطوا عائلاتهم وكذلك الناس وأن يلتزموا بيوتهم. اليوم أصبحنا نتحدث عن قرى وبلدات تابعة للمدن الفلسطينية يفرض عليها منع التجول، وهناك إجراءات مشددة في مناطق بعيدة عن مراكز المدن. الخليل مثلا فرض عليها حظر التجول منذ حوالي 10 أيام وأكثر، وتم تجديد هذه الإجراءات بعد إعلان وتجديد حالة الطوارئ من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. اليوم نتحدث مثلا عن حلحول شمال الخليل، هناك إغلاق كامل. محافظ الخليل قال لن نسمح لأحد بالتحرك إلا للضرورة القصوى، والكل تحت طائلة المسؤولية. والحديث عن إصابات جديدة كذلك في الخليل، ونتحدث هنا عن ضواحي القدس ورام الله وطول كرم، وهذا يعني بأن الإصابات تزداد بشكل يومي مع كل أسف. واضح بأنه في هناك مطالبات من قبل الحكومة الفلسطينية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، خاصة وأن إدارة السجون والحكومة الإسرائيلية طبعا لا تأبه بكل الإجراءات وكذلك الاحتياطات الخاصة يعني بمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة وأننا نتحدث عن أحد الأسرى المفرج عنه بعد اعتقاله لمدة أسبوع من قبل القوات الخاصة في 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 رام الله. خرج من السجن وعندما أجريت له الفحوصات اكتشف بأنه مصاب بفيروس كورونا. أي أن هناك تعمد من قبل سلطات الاحتلال عدم إجراء الفحوصات للأسرى الفلسطينيين سواء المحررين أو حتى داخل السجون. ما الذي سيجري لقرابة 6000 أسير داخل سجون الاحتلال ونحن نتحدث عن تفشي واضح في إسرائيل لفيروس كورونا وازدياد في عدد الوفيات وكذلك في عدد المصابين؟ نعم، تحذيرات كبيرة ومطالبات من قبل المجتمع الدولي هنا وحتى لمنظمة الصحة العالمية أن تتدخل بموضوع طبعا الأسرى الفلسطينيين. ابقى معنا رائد، نذهب إلى القاهرة مع محمد الحمراوي. محمد، إذن اكتشاف 15 حالة فيروس في أوساط كوادر طبية والارتفاع إلى أعداد الإصابات إلى 985 حالة، تفاصيل ذلك وتفاصيل أيضا الإصابات التي كانت في صفوف الأطباء والممرضين بمعهد الأورام بالقاهرة، وكيف يبدو تفاعل المواطنين المصريين مع الإجراءات والنصائح التي تقدمها وزارة الصحة المصرية والحكومة المصرية إلى الآن؟ يعني بالفعل سهام، بالأمس كان اليوم الذي تم فيه الإعلان عن أعلى معدل للإصابة في مصر بعد الإعلان من جانب وزارة الصحة المصرية بإصابة 120 حالة جديدة وكذلك 8 وفيات، لترتفع الإصابات في مصر أو من تم تسجيلهم بفيروس كورونا في مصر إلى 985، والوفيات ارتفعت إلى 66 حالة، كما ارتفعت أيضا حالات الشفاء إلى 216 حالة، من ضمن 261 حالة تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية، وبالتالي هذا العدد الذي قرب مصر من العدد 1000 الذي لطالما حذرت منه وزارة الصحة المصرية بأنه ينذر بالدخول إلى مرحلة خطرة، لكن كان هناك توضيح من جانب مجلس الوزراء المصري بأن هذا الارتفاع وهذا العدد ما دام يحدث بشكل تدريجي وهو في إطار المنحنى التصاعدي التدريجي وليس بشكل مفاجئ فهو لا ينذر بالقلق، لكن على المواطنين الاستمرار في الإجراءات الاحترازية. نحن اليوم ربما اليوم 11 من أيام الحظر
التجوال الذي فرضته مصر على المواطنين من الساعة السابعة مساء يوميا وحتى الساعة السادسة صباحا. وضحت الحكومة ضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات وتطبيق الإجراءات وعدم الخروج إلا للضرورة. هناك كان هناك أيضا ضمن ما أعلن بالأمس من جانب جامعة القاهرة التابع لها معهد القومي للأمراض إصابة 15 حالة من ضمن الطواقم الطبية لثلاثة أطباء و12 من التمريض الخاص بالمعهد القومي للتمريض. اليوم تم إغلاق المعهد أمام المرضى لإجراء مسح شامل على جميع العاملين داخل المعهد وكذلك المرضى. المعهد يضم من الطواقم الطبية أكثر من 1350 من الأطباء والممرضين، سيتم إجراء المسح الشامل عليهم اليوم للتأكد من وجود إصابات من عدمه بعد الاكتشاف وبعد الإعلان عن 15 حالة داخل هذه الطواقم الطبية. محمد. وبالتالي أيضا هناك عملية من المسح التي تتم في المستشفيات الأخرى ضمن الإجراءات التي تتم مع اقتراب دخول مصر للمرحلة الثالثة في مواجهة فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك محمد الحمراوي مراسلنا في القاهرة، وشكرا جزيلا أيضا لرائد شريف مراسل الغد في الخليل. مراسل الغد شكرا جزيلا لكم.